اختتمت أمس منافسات الدورة الرمضانية الثالثة لكرة القدم بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، وسعادة عبد الله بن طوق الأمين العام لمجلس الوزراء. الحمد لله هذه البطولة الرمضانية جمعتنا مع بعض، يعني مرت علينا بطريقة سريعة، واليوم الحمد لله كسبنا وأخذنا المركز الثالث. عندنا مركز إن شاء الله، وكنا نتأمل نطلع للنهائي، لكن للأسف صادف أن المباريات ما كانت مرتبة بطريقة، ما كنت موجود. الحمد لله قدرنا على اللي قدرنا عليه، ويبنا الحمد لله الثالث. لكن أهم شيء أن التجميعة هذه اليوم، توليفة الشباب اليوم، لعب مع بعض اليوم، روح الفريق هذا اللي شفناه، هذا اللي كان مكسب أصلاً بالأساس. اللعب نظيف، لعب جميل صراحة اليوم، وصراحة نتمنى أن نستمر على هذا الأداء، ونستمر على أن يكون رمضان إن شاء الله الجاي يكون بعد فريق أقوى، ويكون فريق بعد إن شاء الله بعد يعني بجماهير أكثر وبطولة أحلى بعد إن شاء الله. وفي سباقهما على المركزين الثالث والرابع في البطولة، تغلب فريق الأمانة العامة على نظيره فريق مكتب الدبلوماسية العامة بضربات الجزاء، محققاً 4-3، هذا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في حين حصد فريق مكتب رئاسة مجلس الوزراء 1 لقب البطولة الرمضانية الثالثة للعام 2018 على حساب نظيره فريق مؤسسة دبي للمستقبل بعد تغلبه عليه 3-1. احنا في وزارة شؤون مجلس الوزراء المستقبل دائما نادي في روح الفريق الواحد. هذه الفعالية واحدة من الفعاليات الكثيرة اللي احنا نسويها لبناء روح الفريق الواحد، للتعارف على بعض أكثر، ودائما النادي ان نحن بيئتنا بيئة عمل سعيدة وإيجابية، وهذه مثل ما تشوف الروح، الكل يضحك، الكل سعيد، والكل يبي الفوز، لكن الفوز مع بعض كفريق. طبعا دائما نطمح بالأول، دائما احنا تعلمنا من قيادتنا ان الفوز هذا شيء أساسي عندنا، والمركز الأول شيء أساسي، واليوم إحنا جايين عشان ناخذ المركز الأول من الفرق الثانية وكل الفرق اللي موجودة، والجمهور موجود والمتابعين موجودين، ونقولكم إن شاء الله اليوم مركز الأول. والله شوف، نهائي والفريق اجتهد أن يوصل للمرحلة هذه، وإن شاء الله الله يوفق الفريق الأفضل إن شاء الله. طبعا شوف، إحنا كلنا أخوان، والفوز فوز واحد، ف الحلو في المباراة ان الودية يعني كلها، مع انها بطولة بس ودية بين اخوان، وان شاء الله هم فريق بعد وايد قوي، وكل احترام لهم وكل اللي قدموه في البطولة، وان شاء الله الفريق الافضل هو اللي يفوز. وفي ختام البطولة اقيمت مراسم تتويج المراكز الثلاثة الاولى وتكريم رعاة الحدث، حيث حصل الفريق البطل على جائزة نقدية بقيمة 75,000 درهم، بينما كوفئ صاحب المركز الثاني بجائزة نقدية بقيمة 52,500 درهم، والثالث ب30,000 درهم.